وفي ورّة وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء. رحمة للعالمين. إعداد وتقديم وليد الطليل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء يتجدد مع برنامج رحمة للعالمين مع الصديق العزيز الدكتور محمود جاب الله، الإمام الخطيب والباحث في الشأن الإسلامي. مرحبا يا سيدي خويا. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. تحية لك خي وليد، وتحية لكل من يعمل معك في الإذاعة الوطنية، وحيي يوسف الميداني يقوم على بث هذا البرنامج على اليوتيوب. نعم، فمشكور يعني فعلا يعني، وله من الجزاء الحسن ان شاء الله. الحمد لله. وكل الطاقم الحق الفني اللي وصل لسادة المستمعين هذا البرنامج. عنده فكرة سادة المستمعين انه هناك من يستغل وراء طبعاً الالات كي يصل هذا الصوت وكي يصل هذا الحوار مباشرة لهم ان شاء الله. نعم، ونحييهم المشاهدين والمستمعين، دائما هم اوفياء ان شاء الله. وتليفوننا اللي كان يحبوا يتصلوا بينا مع ملاحظاتهم او عندهم اسئله باش يطرحوها علينا كالعاده، تليفوننا 71 844 404، 71 844 404. نستقبلوا اسئلتهم ونجاوب عليها في الساعه الثانيه كما تعودنا. احنا نبداو شويه على الجائحه. نعم، والوباء. يعني هذه الجمعه الثالثه التي نروح فيها من صلاه الجمعه. صحيح، وهذا يحس في القلب صح، ويتألم الإنسان، لأن الجمعة هي أحلى أيام الأسبوع، وهو عيد الأسبوع، وهو عيدنا نحن المسلمين. أن نحرم من هذه الصلاة على السادة اللي يتابعونا الكل، رأوا بأيدينا أن نحد من هذا المرض ومن انتشاره. صحيح، عندما نلتزم بجملة من القواعد لنعود إلى صلاتنا ونعود إلى أفراحنا ونعود إلى لقاءاتنا. رأوا هذا الوباء قاعد ينتشر في العالم الكل، والإجراءات هذه الوقائية، وبعض الناس يتعنتوا. أنا ريت من يكتب بعضهم قال التباعد في الصلاة لا يجوز، قال لم يرد في السنة ولا في القرآن. من أفتاك بهذا؟ الأصل أنه الدين لما نتناولوا قضايا في الدين أو نتناولوا قضايا الفقه، راهو يتطور بتطور الزمان والمكان وحسب الظروف اللي تعيشها الناس. أما أفضل نترك صلاة الجماعة أو أن نتقارب فيما بيننا ونقروا لبعضنا نولوا تنتشر العدوى أكثر؟ الناس مش مصدق، فما عدوى حقيقية. البارح في فرنسا سجلت أكثر من 40,000 إصابة في يوم واحد. يعني اليوم احنا أصبحنا نسجلوا بالألف، فوق الألف إصابة. عدد الموتى تجاوز 700. صحيح، يعني وين ماشي؟ وباقي ثم ناس يعني ومتى أروى سيدي محمود تحديش معناها، ما تقولش هذا متعلم وهذا مش متعلم. لا لا لا، والله العظيم ثم ناس معناها نبهت متعلم وكذا ويناقش، ولكن ما يلبسش ما يلبسش الكمامة نتاعه. نعم، فهمت معناها الناس مش بعيدة بعضها. تعدى توا تلقى في القهاوي توا احنا رجعت الكريس بعد بقى. والله متعدي نلقى معناها فما نخزر هكا في الكهرباء في الكيس، فما ناس قاعدين في القهوة لا حتى واحد فيهم لابس كمامة. نعم، والزوز قراب لبعضهم. أنا نقول لهم أصحاب المقال، كما أنت حريص على رزقك وعاونتك وعطوك هالفرصة هذه، يا أخي حافظ على قواعد السلام. أفرض خويا لابس كمامة ولا سامحني، لابس كمامة سامحني، ما تدخلش من غير كمامة. باش تشرب قهوة نتاعك وبعد تغادر مش تقعد تتحدث، لبس كمامة تقعد تتحدث. يعني هذه أبسط القواعد بصراحة. مازلنا أنا نحيي بارح مشيت يعني فقط أحد الناس اللي بوه توفى، معناها فينا نعظموا له في الأجر، أمه توفيت نعظموا له في الأجر. ف داخل خيمة العزاء عمل آلة لضخ هاك التعقيم باش يفرض على الناس، أي داخل واحد يقول له عقم يدك، وعمل طاولات متباعدة باش الناس ما تلتفش حول بعضها. يعني هذا في مصيبة موت يعطيه الصحة كي ينتبه للمسألة هذه. ولذلك اليوم حتى الأعراس نتاعنا، حتى الأفراح، يهديكم ربي، نقلوا من كل ما هو اختلاط. إذا حرمنا من الصلاة ظهر لي مش الحوايج آخر مش تكون. صحيح، تصل موضع الصلاة، تصل موضع صلاة الجمعة. صحيح، من الفضل ومن الخير ومن الجزاء الأوفى. فم بصراحة فما استهتار. نعم، فما استهتار مازال موجود، استهتار بالقواعد ومنعش معناها الناس ماشي. كل واحد يظن في روحه أنه هو لباس
ظن روحك انت لاباس، لكن ظن الاخرين انهم مرضى. نعم. وهذه توا ثبت بالكاشف انه الناس اللي تعرض عليهم اللي تظهر عليهم الاعراض. نعم. نسبه قياسر معناها 80% من الناس المرضى بكورونا ما عندهمش اعراض. نعم. يعني الانسان ينجم يكون الله لا يقدر حامل الفيروس وهو ما عنده حتى اعراض، تنجم تعدي غيرك وهو تظهر عنده الاعراض وهو يمرض، وهو متبر قاعدين تشوفوا احباء معناها وناس والعائلات وكذا، ناس قاعده تفارق، فضروري ان ننتبه. نواصل نحن مع سورة الفاتحة العظيمة. احنا وصلنا الى مالك يوم الدين، ايات عظيمات. وملك يوم الدين. وملك يوم الدين تقربت القراءة هنا. ايه. وفيها نقاش حتى هذه مالك وملك يوم الدين. نعم. لها فمشكور يقول انه مالك تقال افضل. نعم. انها تشمل الملك وصاحب الملك والحكم يعني. وصاحب الملك. الملك والملكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان ما إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. آيات عظيمة. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. أي. لكن فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم. هذا يوم اللوم العظيم. نعم. الإنسان يجي يقول يا ريت. وفي آيات كثيرات يعني في آيات كثيرة القرآن. نعم. حتى كثيرات تجوز. نعم. لأن نتحدث عن آية عن كلمة الله سبحانه وتعالى توضح كيف يندم الإنسان يوم. نعم. لا ينفع الندم. نعم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا ناديت لكم صبت لكم الفخاخ وصبت لكم يعني ولهيتكم على الصلاة ولهيتكم على طريق الجنة وغيره وأنتم استجبتم أنتم جيتوا. فلا تلوموني. يعني ما نقولوا بالحرية إحنا الشيطان قال لك أنا خليتك على حريتك عمري ما شديتك من رقبتك وأنا نقول فيك لا خليتك على راحتك. نعم. ولذلك هذا اليوم هو يوم عظيم. نعم. ربي تحدث عن ملك يوم الدين لنقف مع أمرين اثنين الملك. نعم. أو المالك. نعم. ويوم الدين. صحيح. فهو لما هالإشارة وما هو يوم الدين؟ احنا قلنا ذكرنا في الآية الأخرى أن ربي سبحانه وتعالى قال وما أدراك ما يوم الدين. هي. ثم ما أدراك ما يوم الدين. شوف التأكيد هذا هذا اليوم لم تتصور هذا اليوم من هول. صحيح. هذا اليوم. نعم. ونحن سنحاسب وسنجتمع في هذا اليوم. نعم. هذا اليوم يقول فيه رب العزة سبحانه وجل يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. نعم. يعني ليس بعد هذه الدقة من دقة يوم القيامة يوم جليل خبه عظيم وخطره والخطر فيه محدق بمن استجاب للشيطان ورفض دعوة الرحمن. أهواله كثيرة يعني تشيب فيه الولدان. صحيح. ربي قال فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وجاء في حديث عمر ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعالى يطوي السماوات والأرض بيده ثم يقول هذا حديث قدسي. نعم. ثم يقول أنا المالك أنا الجبار أنا المتكبر أين ملوك الأرض أنا الجبارون لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم ثم يجيب نفسه لله الواحد القهار. لا أحد يجيب. أي. لا أحد يجيب. هذا حديث رواه البخاري. فما الحساب إلا وقفة بين يدي الله تعالى نقف فيها حفاة عراة. صحيح. لا يسترنا شيء يستوي الغني مع الفقير والعالم مع الجاهل ومع صاحب الفضل وصاحب الخير كلنا نجتمع في يوم واحد. الحساب هو محكمة العدل عند الله. نعم. هو المحكمة العادلة يجتمع فيها الأولون والآخرون كلهم للحساب. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. نعم. كل الخلائق دون استثناء نسكل. نعم. اللي سبقوا من آدم إلى آخر من تقبض روحه ونفسه في الدنيا سيجتمع كلهم في صعيد واحد.
قال ربي يوم لا ريب فيه، أي لا اختلاف فيه. نعم. ربنا إنك جامع الناس إلى يوم ليوم لا ريب فيه. نعم. ولذلك في هذا اليوم تتكشف الحقائق ويزال الستار عن كل شيء وعن أفعالنا كلها. نعم. حتى أن عائشة ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله، أما حديث الرسول أنه يحشر الناس حفاة عراة يوم القيامة، قالت ألا ينظر أحدنا إلى الآخر؟ نعم. يعني شوف عائشة، صحيح، طبيعة الإنسان في الدنيا يعني. قال يا عائشة الأبصار كلها مشدودة إلى الله تعالى. نعم. قال أنه حتى إنسان ما يلتفت إلى الآخر، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما عادش فيها، ما عادش. شوف هول هذا اليوم، وهذا اليوم يبدأ بالزلزلة بعد أن تقبض الأرواح كلها ويصير النفخ في الصور فصعق من السماوات والأرض بعد زلزلة من في الأرض إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. بعد تصير النفخة الأخرى لبعث الناس وتزلزل الأرض كي تستوي الأرض. ما عادش الأرض اللي نشوفها تو بتضاريس وجبال لا تستوي، تصبح منبسطة. نعم. لأنها أرض أخرى، أرض الحساب وأرض المحشر والنشر. إذن هذه الأرض صورة الزلزلة هي من الصور التي تذكرنا بهذا اليوم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يعني وقيل أثقالها تعني أمرين اثنين. أثقالها هم الثقلين الإنس والجان، فيتخرجهم ويخرجون على سطحها ويتبعثون من القبور. الأرض تخرج تلك الأثقال وكل إنسان يبدأ يستعد لها. وقيل أثقالها أي تخرج ما في بطنها من كنوز ومن خيرات، حتى أن الناس يرون ذلك ولا يأخذون منه شيء. لا، هاو الشيء اللي غرنا، هاو الشيء اللي هزنا، أني جريت، أني ظلمت، أني فكيت، أني اغتصبت مال غيري، أني 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 أني. شوف هذا كله إلى الفناء، وأنت أيها الإنسان إلى الحساب. صحيح. يعني ربي سبحانه عز وجل قال في هذا اليوم كما ذكرنا يشيب فيه الولدان، قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الحاكم من في هذا اليوم؟ نعم، حاكم واحد وهو مالك يوم الدين وملك يوم. قوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. والله يقضي بالحق في سورة غافر. إذن هذا يوم القيامة. صحيح. هذا يوم القيامة، ولهذا اليوم العظيم أخي العزيز سياقات عديدة سنتحدث عنها قبل أن نتحدث عن الحساب، نفهم هذه السياقات ونفهم هذه القوانين والترتيبات. هذا اليوم موش يوم سيب، موش يوم سيب، هو توم حاكف كي تنتصب في الدنيا. أي. لا تنتصب وكيك صدفة طبعا. لا، تنتصب من أجل قضية وتحاول توفر لك في هذه القضية أبسط ما يدنا الشروط باش محاكمتك محاكمة عادلة، ويبدأ ملف القضية مدروس ويبدأ مضمن فيه كل الوثائق. يعني نسعى قدر المستطاع ومع ذلك نطعن في قراراتها. لما؟ لأنه كل إنسان ماذا به يحصل على الحكم اللي يناسبه ويساعده. أي. ربي سبحانه عز وجل من تو حدثك عن قوانين وضوابط هذا اليوم. علاش؟ باش تعرف روحك علاش قادم. نعم. فيعني ورد في القرآن العظيم في أكثر من 18 قانون لهذا اليوم. اي طبعا. القانون الاول الكل سيرجع الى الله تعالى. نعم. طب اش واحد تقول لا لا انا مش متاخر لا 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 مانيش باش نجاوب على الدعوه مش نخرج للخارج مش نهرب عندي قضيه متعلقه بي. لا، قوله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. ترجعوا كلنا دون استثناء، الغني والفقير والعالم والجاهل وعمل كل مش نرجع الرب. واضح. دون استثناء. القانون الثاني كل منا سيرد على الله فردا. ما عندك حاشية في الدنيا، عندك ناس يدافعوا عليك وعندك ناس في الإعلام يتكلموا
وبسك وعندك حرس يحرس فيك وعندك 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 الله اعلم شنو عندك اصحاب وعندك عائله وعندك قبيله وعندك عائله وعندك اولاد وعندك بيت ولكنك سترد على الله فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا والرب سبحانه وتعالى سيحاسبنا فردا 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 تخافش يعني دون عياء ودون كلل أو ملل سبحانه. ثم الثالث القرن الثالث الكل سيمر على الصراط ورد هنا مدامنا كيوى الحساب نعم. ورد هنا أنه هناك من تساءل كيف سيحاسب الله جميع واحدا واحدا واحد. فأجيب وكيف يرزقكم الله اليوم في الأرض واحدا الكل في نفس الوقت ولا غبنا لرزق أي أحد هي. كل مطلع لك ولماذا تتعجب من حسابنا واحدا واحدا واحد. في نفس سبحان الله. القانون الثالث الكل سيمر على الصراط وإن منكم إلا وادها كان على ربك حتما مقضيا. عمر لما سمع هذه الآية سقط من أعلى ناقل الله تعالى قال شبك قالوا ألم تسمعوا وإن منكم إلا واردها كل واحد بيش يتعدى على الصراط على الصراط. فعن جابر ابن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود أي الدخول قال لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. لمن؟ للمتقين بالضبط. وقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. من غادي الحساب يبدو من غادي اللي نقل باش يتعدى ما شاء الله على الصراط والاخرين والعياذ بالله تجذبهم كلاليب جهنم واذا بهم في قعر جهنم جثيا. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار ثم يصدرون منها باعمالهم فاولهم كلمح البرق. هذا يتعدى على الصراط أول الناس يتعدى كلمح البرق سريع سريع المرور. لما؟ لأن أعماله صالح هي التي تسرع به. ثم قال كالريح ثم قال كحضر الفرس يعني كان يمشي على خيالي ثم قال كالراكب المجد سيراكب على حاجة ويجتهد مش يتعدى بسرعة في رحلة ثم كشد الرجل في مشيته سنيسرع في المشي متاعه. وثم من يتلكى والعياذ بالله فيجد نفسه في قعر جهنم. وصراط الآخرة هو صراط في الدنيا كما قال ابن مسعود كان تحب تشوف روحك بغضك على الصراط تشوف روحك اليوم في طريق ربي كيفاش قاعد تمشي. ولكن علاش احنا من موضوعنا هو سورة الفاتحة هذاك علاش يقولوا اهدنا الصراط المستقيم هذاك عشان ندعو الصراط المستقيم في الدنيا 17 مرة يوميا يكون صراطك مستقيما بالآخرة. في الآخرة نعم. إذا كان كنت متردد في طريق ربي في الدنيا هذه وضرب القدام وضرب التالي كيف يبغض مش تلقى روحك متردد. وإذا كان تلقى روحك مسرع في تلبية النداء مسرع إلى الخير مسرع إلى فعل الخيرات مسابق في فعل الخير ستجد نفسك بحول الله تمح البرق وانت تمر فوق الصراط. وكانوا يسارعون في الخيرات في الخيرات فيش يسارعوا هؤلاء الناس. القانون الرابع الملفات غير سرية ما عادش مش فما أسرار ما عادش مش هذا ملف الطاولة مش تخدم وزيد هذه لا 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 لا. قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك, كتابك. كفى بنفسك اليوم نعم. عليك حسيبا أي. من هو قاضي الدنيا يعطيك ملف القضية يقول لك احكم على روحك اقرا عارفش عمل يقول لك هاو ملف هاو قد كاي ملف هاو ملف ايش فيه اقرا حاسب روحك. لكن المولى سبحانه وتعالى يستر علينا يوم القيامه ما ستره علينا سنرى ذلك على الحساب. قال عباره عن اللزوم قال في عنقي اي جي ملازم لي الكتاب نتاعك ملازم كله كتابه في عنقه في رقبته نعم. لا يمكن ان يبدل هذا الكتاب او ان تستبدل هذا الكتاب بكتاب اخر. كل إنسان جاي في عنقه تلبش عنقه نعم. عباس طائره أي عمله وما قدر عليه من خير وشر نعم. القانون الخامس الحضور تحت حراسة مشددة أي ماكش ماشي تقول تفلسع وتركن لا يا ولدي. قال وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قالوا العلماء ابن عباس السائق من الملائكة أيه. وشهيد من أنفسهم
الأيدي والأرجل. يوم تشهد عليهم ربي قال أي. الجوارح بتاعهم كل آية. القانون السادس الظلم مستحيل ولا تبديل لملف القضية. لا ظلم اليوم. قال ربي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. منتهي الموضوع. منتهي الموضوع. نعم. كتابك كتابك. القانون السابع ليس هناك محام يدافع عنك. اقرأ كتابك فبنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك. ولا هناك من يشفع لك. الرسول. أيوة. الحبيب. اللهم صلي وسلم عليه. يقول أمتي أمتي. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ونحن في أيام موليه. ليس هناك محام يدافع عنك. قال بعض الصالحين هذا كتاب لسانك قلمه وريقك مداله أعضاءك قرطاسه أنت كنت المملي على حفظاتك ما زيد فيه ولا نقص منه ومتى أنكرت منه شيئا يكون فيه شاك عليك. قول هذا ما عملتهاش. هيا يدك تتكلم مباشرة. يدك تتكلم. لا يا ربي راني مديت يدي واسترقت فك الوقت الفلاني في النهار الفلاني في الرحلة الفلانية. لا هذه ما عملتهاش مشيش لك الوقت. لا لا ساق يا اخوي مشيت وهزيتني وبالأمارة كذا وكذا 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 وحدث هذا وحدث هذا. لما شهدتم علينا. لما شهدتم علينا. قالوا انتقن الله لأنتق كل شيء. صحيح. القانون الثامن الرشوة والواسطة مستحيلة. ما عليكش باش تسلكها قلاها بأي منطق. قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله إلا من أتى الله بقلب سليم. تقول يا ربي هاو عني هاو اشتمد لك هاو أرزاقي يا ربي خذها أرزاق الدنيا. لا هذيك تمدها في الدنيا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا تقول ربي في الدنيا كي لا تكوى بها في نار جهنم والعياذ بالله. لا ينفعك القريب فكيف بالبعيد. القريب ما ينفعكش. صحيح. يوم لا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل إنسان فاش مشغل. القانون التاسع سيدي الكريم لا يوجد تشابه الأسماء. مش أنا لا لا أنا محمود بن محمد بن علي بن صالح جاب الله ربي هو فما واحد آخر فما محمود اسمه محمد. لا 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 ماذا يقول رب العزة لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. مريق للدنيا. عملية إحصاء دقيقة جدا وعد عد كل إنسان عنده ما يميزه عن الآخر. ألم نسوي بنانا ربي قال هذا البنان هو بنان لك أنت وليس لغيرك أبدا. القانون العاشر لا أحد يختفي أو يخفي عمله. لا تنجم تتخبى لا تخبي أعمالك. قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تعرض أعمالكم وتعرضون أنتم مع أعمالكم وحد ما يتأخر حتى حد. القانون 11 لا يوجد حكم غيابي. تمش حكم بالغياب. لا الناس كل حاضرة. قال وإن كل لما جميع لدينا محضرون. بس كل حاضر. صحيح. كل واحد يسمع النطق بالحكم بتاعه. القانون الثاني عشر الحكم واحد ولا يوجد نقض ولا استئناف. قوله سبحانه والله يحكم ولا معقب لحكمه. منتهي الموضوع. الأمر. قلنا يوم واحد والملك واحد والحكم واحد. نعم. سلم. لا يوجد شهود زور. القانون 13 ثماش واحد مش تكريب شي شهد لك أبدا. قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. الشاهد منك وعليك. قانون 14 لا توجد ملفات منسية. هذا هو انسنان. هذا هم القناش وهو الملف. هاي الورقة قد سرقت من وسط الملف. ماشي. قوله سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا فيحملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وقوله سبحانه وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه أحصاه الله ونسوه.
هو الانسان توكب واحد واحد بينه وبين روحه، كان يحاول يتذكر في 20 سنه في 30 سنه مش في حياته الكل، شنو الحاجات الباهيه اللي عملها، الحاجات الغيبيه باش ينسى منهم برشا، واكيد راهو ناسي برشا، ولكن ربي يحصيها عليك سبحان وما ينساهاش. القانون الخامس عشر ميزان العدل دقيق وميزان الاعمال. ايه دقيق، وش بالكيلو طل يوزن وش بالطرناطه يوزن؟ لا، قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. مثقال حبة من خردل، هي حبة صغيرة جدا، وربي في موضع آخر قال فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة، ذرة لا ترى بالعين المجردة خيرا يراه، يراه ونعم مثلا شرا يراه، ما ثماش حاجة بشدير. كل شيء كل شيء متخافش. القانون السادس عشر الله سريع الحساب ولا مماط في حكمه. نعم وش لا استنى ها حد نجيب شهودي استنى. لا لا ثماش، ليجزي الله كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب. اي واحد كي مش يراه كتابه قدامه الجريدة واضحة انتهى الأمر. أي. القانون السابع عشر استلام النطق بالحكم باليد، كل واحد يخو حكمه في يده، من أتي كتابه بيمينه ما تقولش ربي راك غلطت تعطيت الغير، لا 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 الحكم اللي كنتي مش تاخذه في يدك. قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسفتم في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدم حسابيه يا ليتها كانت القضية أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ربي خذوه فغلوه. إذن هذا لا يوجد تفصيل ودقة أكثر. الحكم الثامن عشر والأخير الكل يسلم بحكم الله. كل إنسان يعرف اللي هو حكم بالعدل. نعم. الأمر يقول تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أي الحق الظاهر ولا غير هذا الحق، فمش غيره. ناي. شفت أخي وليد؟ هذا 18 قانون هذا اليوم. شفت. شفت وسمعت مشان السادة المستمعين شافوا وسمعوا كيفي. نعم. خاطر الإنسان كيف يقول مالك يوم الدين، هذه الصور اللي لازم يستعرضها الإنسان. نعم. نعم. أما زاد للتدقيق تنجي وبعد. نعم. خاطر إحنا ماشيين عندنا ثقة في الرحمن الرحيم. أكيد. أكيد. في غفور كريم وسنرى معاني الرحمة. يا مال شنو خطر خطر هذوم حاجات الإنسان يعني يستحضر هول يوم القيامة وهول هذا اليوم يعرف روحه كيف هو ماشي مثلا مش باش يكلم خوه ولا شعرك أخته ولا باش ياخذ فلوس خوه ولا فلوس أخته ولا ما يعملش أمه بالقداء، يعرف روحه وين ماشي. ماشي هكا علاش احنا ذكرنا والعكس صحيح. الإنسان اللي يحن على جاره اللي يحن على كل خدام اللي كذا اللي يعرف روحه مش يلقى شيء يعرف روحه وين ماشي. نعم ولا اعذار. المشكله وين انه في هذا اليوم العظيم ما فيش اعذار. نعم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا ليتنا طعن الله والرسول. يا هاو اليوم أخوي هاو اليوم هاو اليوم وصلنا الغد يا يعطيك الصحة. وقال الضعفاء والكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ من شيء؟ مال. نعم معناها حد ينفع. نعم ولذلك كما ذكرنا الأول حتى الشيطان يتبرع، حتى الشيطان الذي أوقعك يتبرع. ايه؟ كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ايه؟ أنا دي خاف ربي
الشيطان يولي يخاف ربي. اي لانك اوقعك انت مشيت تبع. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ولذلك وقت نقرا مالك يوم الدين او ملك يوم الدين علينا ان نقف مع هذه المعاني كلها. حاول ان يستحضرها. حتى ان لم يستحضر كلها في الصلاه يستحضر البعض منها. صحيح. وحتى ان لم يستحضرها في الصلاه يستحضرها بعد الصلاه. ليفقه ويفهم ايها اي يوم من هذا نحن مقبلون عليه. لانه احنا كل حركه من حركاتنا اليوم هي في واقع تتصب في هالكونت هذايا. كتابك بيمينك او كتابك بشمالك. بشمالك. اليوم من كل حركة تعملها، كل عمل تعمله، كل خدمة، كل ماكلة تأكلها، كل شيء، أي حركة تمشي للستاد تتفرج في ماتش كورة، نعم. تعمل في في الستاد، نعم. واحد بيك عطشان عطيته شباماء وليت مع الناس اللي مثلا معناها الكل هذا الكل كل. ماشي في ميترو مرأة كبيرة كنت خليت لها البراسة ولا ما خليت لهاش ولو كانت بسيطة على شكنا مثل ذرة من خير تعمله يصدفوا لك ربي ما يديعش مثقال والحساب بالذرة لأنه غدوة والحساب ميل مثقال ذرة مثقال ذرة معناها غدوة باش أنت تجيب روح قد تقول يا ليتني خرجت بخي ما يقولوش الموتى ربنا أرجعنا نعمل غير الذي كنا نعمل نعم أو لنصدق يطلب الصدقة قال ما رأوا من فضل صدقة يوم القيامة ميل يوم غدوة تقول يا ربي رجعني رجعني حتى تريث خلينا نصلح الوضع نتاعك ما عادش وفاه انتهى الامر ايه. انتهى الامر اذا قضي الامر سي انتهى الامر ما عادش تنجم اما هو راهو توا انت قلت حاجه مهمه سيدي محمود قلت انه الانسان يعرف روحه معناها في الدنيا تقريبا وين ماشي يعرف بيهم تاعو كامل عنده شركه يعرف تقريبا ولكن الظن الحق واليقين نعم مش يكون ولكن قبل يوم القيامة والإنسان في سكة الموت أعتقد أنه مش راه روح وين ماشي أكد في سورة الواقعة ما هكا ولا نعم. في الليات الأخيرة من سورة الواقعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو لا تعلمون عظيم إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين ضالين نزل من حميم تصليه جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح اسم ربك العظيم معناها إنسان ولذلك لولا إذا بلغت الحلقوم نعم يبدي يشوف يبدي يشوف شكون جاي يرحب به يبدي يشوف في مآله شوف مآل نتاعو وهكا علاش تو ونرد إلى الحساب وطبيعة الحساب يوم القيامة كيف سيكون هذا الحساب وما هي مآلات الحساب أصلا الحساب ثم من يدخل الجنة أو النار من غير حساب احنا قبل الحساب ساعة مثم في الهول نعم فكالسخانة العظيمة ذيك يوم عظيم يوم عظيم أه؟ يوم عظيم فعلا يقول الشمس يعني مرتفعة تقريبا يعني مقدار رمح أو مقدار شبر فوق رؤوس الناس إلا بالله. المهم أنه النهار يعني عظيم بالسخنة لكن هناك من ناس يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله هكا ولا نعم سبعة من الذين يظلهم الله معناها جاء من الأول قل وقت لي تشوف المباشرات تشوف المباشرات ثم ناس نعم عندهم ظل نعم صح عليهم يا ربي يجعلنا نعم. منهم ان شاء الله يعني وثم ناس اخرين ويقالوا اقل درجه في العذاب اقل درجه في العذاب توضع معناها جمره من نار تحت قدميه فيغلي منها دماغه والعياذ بالله هذوما اللي دخلوا هذوما خل نوعيه من العذاب ولكن هناك ناس هناك من بيننا ناس يتحركون فيما بيننا نسأل الله أن نكون منهم من يظلهم الله في ذلك اليوم العظيم ليش بيحكي نعم كبير ما تكونش منهم كولي وراي في متناول الناس كل اي
من كثير، الشاب والنشا في طاعة الله، صحيح. اثنان يتحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ايه. إمام عادل، إنسان أيضا تذكر الله خاليا ففاضت عينه الدموع، رجل علق قلبه بالمساجد، شفت كيفاش؟ يعني حوايج في متناولنا، سهل ياسر. إنسان في لحظة صدق مع رب العالمين بينه وبين روحه ذكر الله، حمد الله، ففاضت عيناه الدمع. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان حابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ما عنده حتى مصلحة بخوه رب العالمين، حبه لوجه الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، قال إني أخاف الله. شو هذه قديش سهلة، سهلة على الأخر. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني الإنسان نجم نهار يدخل يده مكتوبه يتصدق الرب العالمين، يتصدق يهز ويمد ميد من غير يعرف قديش عطى، لا يده اللي صار ما تعرفش يده لمين شعطت، هذا يلقى روح في ظل عرش الرحمة. حاجات سهلة، يعني طبعاً. رحمة الله طبعاً. قريبة من المحسنين، قريب من المحسنين، فقط أن نندرج في هذا. ولذلك نجد في الحساب ثم من يدخل الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب، شو ما يكونوا منهم. قوله تعالى من عمل سيئة لا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قال ربي يعمل سيئة، شوف هذا فضل ربي، يكتب لك سيئة تعمل حسنة في العشرة، شوف مضاعف حرف في القرآن بعشر حسنة هكا ولا لا أقول، قالوا ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني إنسان يقرأ صفحة في الليل، لا شك أنها، أنا قلت للأصدقاء السادة المستمعين عادة بسيطة، عودوا روحكم وعودوا جدادكم عليها. نعم، الحكاية تاخذ شيء يمكن دقيقتين ثلاثة دقائق وانت داخل الفرش ثلاثة دقائق أقرأ ورقة من القرآن، صفحة من القرآن، شوف قديش من حرف فيها الصفحة، ما شاء الله. شو عملت أنت نهارت؟ عملت شي ألف سيئة، شوف قديش البيلون تاعك مش ولي هكا ولا هي يومين حسب روح البيلون تاعك مش يرتفع. تقرأ هذه الصفحة معناها عندك آلاف الحسنات. نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات، تفسخك السيئات هذوكم وتحط تخبي شوية في الكون، تخبي شوية من الحسنات تمحي السيئات. ويقول أيضا رب العزة فخلف من بعدهم خلف أضت والترشاوات فسوف يلقون غية إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. نعم، حتى غلط تبت توبة نصوح ربي يضمن لك الجنة، تدخل لها من غير حساب. قال ربي الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا الناس يتوفاهم ربهم على حسن الخاتمة، الملائكة يقول لهم يلا ادخلوا الله حسن الخاتمة. أما الذين يدخلون النار من غير حساب لقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. أنت ظالم لنفسك فلا تلوموني، قال الشيطان ولوموا أنفسكم. وهؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة لأنهم لم يلتزموا بالعهد الذي بينهم وبين الله، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذوما لطف بغير حساب. ثم يقول ربي كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل مأذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربه يومئذ لمحجوبون
ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. أي. فمن رفض لقاء الله في الدنيا يكون عن الله محجوب يوم القيامة. نعم. أنت ما حبش تقابل رب، أنت ما حبش تقبل ربك، ربك ما يقبل عليك يوم القيامة، انتهى الأمر. نعم. حاجز بينك وبينه. ولكن يا سيدي خويا احنا ماشيين الرحمن الرحيم، هانا جايين رؤوف كريم، لا هانا جايين ذي يظهر لي يظهر لي باش نجيب وجعان جاي. نعم. كلام أحاديث قدسية جميلة. نعم. توري قديش ربي حنين علينا وقديش نعم. رب بينا. نعم نرى ذلك. الحساب اليسير. أه؟ نعم. وقديش يتجاوز ويستر ويستر نعم. علينا. نعم. اللهم استرنا في الدنيا واسترنا في الآخرة. نسمع أغنية الحلوة هذه جديدة للفنان الكبير لطفي بوشناق اللي هديها لنا. نعم. ونرجعوا بإذن الله بعد الموجز وبعد صلاة العصر. نعم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد.